ازيكم حبايب قلب جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم بقى في بشاير رمضان الحلوة الجميلة دي؟ بذمتكم كده الشكل مش يفتح النفس؟ حطوا بقى لايك كتير، عايزة الفيديو ده يوصل لأكبر عدد من الناس. أكبر تشكيلة مخللات هتشوفوها في حياتكم. عملنا مخللات ايه؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. بصوا بقى، هبهركم يعني هبهركم حبايب قلب جيجي. أول حاجة نقول تحية كبيرة لعمو فؤاد، عملنا بقى وكلبس طبعا عشان ما يزعلش، وشريهان. خلاص كده حييناكوا، نشوف بقى مخللاتنا. عملنا الفلفل وازاي ان هو يفضل مقرمش معاكي، عملت لكم كمان الليمون المعصفر، عملت لكم ميه الدقه عشان سالتوني كتير قوي ازاي بتعملي الميه بتاعت الدقه بتاعت الكيس الترشي، الميه هي عملتها لكم. عملت لكم كمان مخلل اللارنج وازاي يقعد عندك سنه كامله، عملنا مخلل الجزر تمام، عملنا مخلل البصل، عملنا المخلل المشكل. مخلل المشكل هحطه لكم في اول تعليق لانه عملته فيديو لوحده، كمان المخلل البصل عملته في فيديو لوحده، الاتنين دول، انما كل الباقي ده كله النهارده في فيديو واحد. عملت لكم كمان الخيار وازاي يفضل مقرمش معاكي لحد رمضان، وقلت على كل حاجه. كمان عملت القرنبيط المخلل، وعملنا اللفت المخلل وازاي يقعد لرمضان. وكل سنه وانتم طيبين، واللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. ويلا بقى لايك ونخش بسرعه نشوف عملنا والتحضيرات رمضان دي للمخللات كانت ازاي. بقى نخلل الليمون لرمضان. بصي بقى، بنجيب الليمون الاصفر الجميل ده عشان هنعمله بقى اللي هو ايه، المفتوح اربعه ده، مش المسلوق، اللي هو ده بقى بيبقى طعمه حلو قوي، بيبقى المزازه بتاعته قويه. هنعمله بطريقه سهله جدا، معانا كيلو واحد من الليمون. بصي بنقطعها ازاي، بنقطعها من الاطفه، مش تقطعيها من هنا، من الاطفه بتاعتها، وتروح مقطعاها كده للاخر اربعه اهي، بس مش للاخر خالص عشان تخليها ماسكه نفسيها اهي بالشكل ده تمام. ايه بقى المقادير بتاعتنا؟ ده طبعا كيلو مغسول ومتقطع كله كده اهو. معايا على الكيلو 6 معالق كبار من الملح، ادي 6 معالق كبار ملح. معايا 3 معالق من الهريسه، لو ما عنديش هريسه هنطحن شويه فلفل. معايا معلقه كبيره من حبه البركه، معايا معلقتين كده 3 من العصفر، ومعانا نص معلقه من السكر. بصي احلى مره هتعملي فيها الليمون، هيعجبك جدا، بيقعد السنه كامله. انا جبت كيلو الليمون ده ب 10 جنيه. وهنحط بقى خل اهو، هندوب الكلام ده في ربع كوبايه خل، هنقلب كويس قوي قوي، ونبتدي بقى نحشي. نبتدي بقى نحشي، هنجيب الليمون بتاعنا كده اهو بالشكل ده، نفتحها كده اهو، ونبتدي بقى نحشي كده اهو. الخلطه دي بتتاكل وبتكون طعمها حلو قوي ومميزه جدا اهي بالشكل ده. بصوا لونها اصلا تحفه. وهبتدي ارص بقى في البرطمان بتاعي، هخلص بقى كده هو ارص كله في البرطمان ونرجع مع بعض تاني، استنوني كده. بعد لما عملته كله بالشكل ده تمام، بصوا بقى انا بحب احط معاه جزر، الجزر ده بيتخلل وبيشرب من الليمون، بيبقى طعمه حلو قوي، وبينزل طعم كمان على الليمون، والليمون بيشرب منه، بيبقى تحفه كده تمام. فجربوا الميكس ده كام كده، واحده كده، ما تحطيش كتير وما تقشرهوش، قطعيه بس كده هو صوابع بالشكل ده، اغسليه وقطعيه تمام. ارمي بقى لو عندك كام قرن فلفل حامي برده، هيستوي ويبقوا تمام التمام. طيب اتبقى عندي حبه خلطه اهم، حبه الخلطه دول بحب احط كمان كام كده اهو، واحده من ده كرفس، عندي كرفس بلدي ماشي، ده كرفس انا مفرزاه افرنجي بحطه في الفريزر، بس بيديني طعم حلو قوي وتست حلو. كمان لو عندي بقى لونه يفضل اصفر كهرمان، انا بحط شويه كده من بودره الزعفران الصفراء اهي على سن المعلقه كده اهو، مش حابه وعايزه برضو اللون الاصفر، او مش عندك بودره الزعفران الصفراء دي، على فكره بخمسة جنيه قد كده من عند اي عطار، قولوا له بودره زعفران صفراء، مش حابه حطي معلقتين من الكركم، هيظبطوا معاكي اللون. وكمان الماده الحافظه بتاعتنا كام ورقه كده من ورق الروي عشان ما يعملش معاكي رين لما تيجي تفتحيه. اللي اتبقى ده هحط عليه بقى شويه ميه، من الميه اللي هي مفلتره، يا اما من الفلتر يا اما جايبينها مغليه وسايبينها تبرد بدرجه حراره الغرفه تمام. على كده اهو نروح جايين كده وننزل بالميه بتاعتنا. الناس بقى اللي هتقولي هو مش المفروض يتسقي ليمون؟ لا انا ما بسقيش ليمون، لا بعصر ليمون ولا اي حاجه، انا بحط ميه عاديه، عصر الليمون ده بيخليه اسود تمام، بهدلنا الدنيا الحمد لله. المهم ايه، هنفضل نملاه كده لحد الاخر
وبعد كده هنقفله، هظبط الدنيا وارجع تاني. شكله كده اهو تمام بعد ما خلص معايا وقفلت عليه كويس جدا. ما نفتحش عليه بقى ونسيبه لحد رمضان وتاكلي احلى ليمون. اوريكي ازاي ان احنا نخلي الليفت زي ما هو كده لمده سنه كامله، علشان في الصيف ما بنلاقيش الليفت وناس كتير قوي بتحبه، وكمان عشان رمضان ان شاء الله. اول حاجه نقي الليفتايه الصغيره دي المدوره تمام، مش هتكون شيخه وهتعيش معاكي ومش هتتهري، تبقى كده اكبر من البيضه شويه تمام. طبعا غسلناه، شلنا الحته اللي فوق والحته اللي تحت ونضيفه اهو زي الفل. طيب لكل كيلو 6 معالق من الملح. معايا هنا شويه بنجر متقطعين، وده برده هيتخلل ويتاكل وهيكون جميل قوي. هناخد معلقه كبيره سكر، هناخد نص كوبايه من الخل، وهناخد على الكيلو زي ما قلنا 6 معالق من الملح. اول حاجه هبتدي ان انا احط اللفت بتاعي زي ما هو من غير ما يتقطع كده في البرطمان، وارجع لكم تاني. اللفت كده اهو بتاعنا، ووزعت كمان البنجر زي ما انتم شايفين من تحت لفوق. هنزل بقى واحط ال6 معالق بتوع الملح من فوق، بس قبل ما احط ال6 معالق هنزل بالخل بتاعي. ادي نص كوبايه الخل، وادي المعلقه الكبيره بتاعت السكر تمام. وهننزل بقى بال6 معالق كبار كده مليانين هرم اهم، وبعد كده هننزل بالميه المفلتره اللي هي يا اما من الفلتر يا اما من الميه مغليه وسايبينها تبرد. هحطها وارجع لكم تاني. ادي شكل البرطمان اهو، قفلت عليه زي ما انتم شايفين بكيس كويس جدا اهو، وهنسيبه بقى ما نفتحش عليه غير في رمضان. ولما نيجي نطلعه نقطع كده ونحطه كده على طول، وعليه شويه خل كده اهو. وان شاء الله كمان هبقى اعمل لكم الميه بتاعت الدقه زي نعملها في البيت، الحاميه والبارده تمام. والميه دي ممكن نشرب منها برده، ميه الليفت دي تحفه بالبنجر رهيبه يعني. خلل بقى اللارنج تمام، ده شكل اللارنج، ده مش استفندي ولا برتقان، ده اللارنج تمام. من احلى المخللات اللي بتخسس كمان، وكمان بتبقى قليله قوي في السنه، ما بتبقاش طول السنه معاكي موجوده. ناس كتير بتبقى عايزه تحفظها اكبر وقت ممكن، وتبقى عايزاها تتحفظ عندها لمده سنه كامله. يتحفظ ازاي؟ هنعرف مع بعض دلوقتي. اول حاجه المفروض المتعاد بتاعنا او اللي احنا بنعمله وناكل منه ثالث يوم بنبشره، بنجيب كده المبشره ونقشط كده شويه الحته دي نخليه مبشور. لا، اللي هيتشال لمده سنه ما بيتبشرش، بنسيبه زي ما هو كده بالجلده بتاعته دي، بتبقى حلوه جدا. هاخده زي ما هو كده بعد ما اتغسل، هنقعه في ميه. الميه دي في حله علشان هنغليه، ماشي؟ هنخليه يستوي معايا نص سوا مش سوا كامل. الميه دي هيكون فيها ربع كوبايه من الخل، وفيها معلقتين من السكر، ومعلقتين من الملح، وهسيبه يغلي كويس جدا لحد ما يبقى نص سوا، واطلعه واقول لكم بقى هنبتدي نخلله ازاي. اوكي، نخلص الخطوه دي ونرجع مع بعض تاني. شوف اللارنج كده معانا تمام، بعد لما اتسلق اهو زي ما قلت لكم، هو بيبقى طري كده بس هو ناشف تمام، يعني هو كده مش مهري، هو يعني قصدي بيكش كده شويه. هنعمل هنا اهو فتحات كده اهو بالشكل ده اهو، مش للاخر كده اهو، زي الليمون كده، كاننا هنعمل ليمون معصفر اهو. هعملهم بقى كده اهو كلهم، هوريكم بقى هحشيهم ازاي، بس عايزه اوريكم الخلطه اللي انا بحشي بيها. ده بقى يقعد معاكي سنه كامله تحفه. بصي انا بحب الهريسه طبعا، فكروني بس في التعليقات احط لكم اللينك بتاع الهريسه دي، تحفه تعمليها في البيت حلوه قوي، وتنفع في كل حاجه، وهتنفعك في رمضان جدا في كل حاجه تعمليها. زي ايه هبقى اقول لكم، بس عشان ايه ما اضيعش افكاركم دلوقتي. حطيت معلقتين كبار من الهريسه، هحط شويه كرفس، هحط جزر مبشور، هحط كمون، احط حبه البركه، واحط شويه عصفر، ومعايا ربع معلقه ملح ليمون. ملح الليمون هنا معايا بيديني مزازه حلوه قوي، وكمان ماده حافظه معايا عشان ما يبصي تمام، بس ربع معلقه بس، ما تحطيش كتير. هننزل بقى ده كيلو من اللارنج، هنحط عليه 6 معالق كبار من الملح اهو. 1 2 3 4 5 6 تمام. وهنحط خل، لو حابة تعصري ليمون اعصري، بس انا مش هعصر ليمون عشان انا حطيت ملح ليمون، وعشان كمان ما يمررش معايا تمام. هنقلب بقى الخلطة دي ونبتدي بقى نحشي اللارنج بتاعنا، ونحط في البرطمان، وهنزود مية. المية بتاعتنا مية مفلترة زي ما قلنا، مغلية قبل كده وبردت، يا اما تكون ايه من الفلتر اهو. هحشي بقى كده اهو كويس، وهحطه التست او بتحلو قوي بتاع الكرفس مع الجزر، ده بيديكي طعم مميز قوي قوي. انا ما بحطش فيه توم
خالص. هحشي بقى كده زي ما انتوا شايفين كله وهحطه في البرطمان ونرجع تاني كده. بعد ما عملته كده وحطيت عليه ميه تمام، ما زودش ملح لان احنا حاطين الملح كله جوه الخلطه، فهو كده هيبقى تمام قوي. هجيب بقى كده كيس اهو او استريتش، وهنبتدي ان احنا نقفل بقى البرطمان بتاعنا كده اهو كويس قوي اهو بالشكل ده، وما تفتحيش عليه غير لما تاكلي. طيب ده زي ما بقول لك كده يقعد سنه كامله، ويقعد كمان لرمضان. كل سنه وانتم طيبين. الناس بقى اللي بتحب الحاجات اللي ما بتبقاش موجوده في الموسم بتاعها، احنا كده بنعمل احلى مخللات. هنسيبه بقى، بس اهم حاجه لما تيجي تاخدي من الحاجه حطيها بعد كده في الثلاجه عشان ما تعملش معاه كريم وما تبص، لما بتاخد هوا بتعمل بكتيريا. تعالوا بقى نخلل مع بعض الخيار ويفضل معانا مقرمش ويقعد سنه كامله وما يتهريش. ناس كتير قوي بتقعد تقول الخيار بيتهري يا جيجي على طول، هقول لك على تيست ما يخلوش يتهري ابدا ابدا، والسر كمان بتوع المخللات ازاي بيعيش عندهم، وكمان بتاع السوبر ماركت ازاي بيعيش البرطمانات على الرف. بصي يا ستي، معايا الخيار بتاعي بعد ما غسلته ونشفته كويس جدا. اهم حاجه ان انت تبيتيه يدبل كده معاكي شويه عشان يقرمش معاكي. اما يدبل هيقرمش؟ اه، لما يدبل معاكي هيقرمش. حطيت انا كام قرن فلفل كده من فوق الوش دول، بس عشان هينزلوا كده حرقان ويخلوه سبايسي شويه. لو انت مش حابه تحطي الفلفل ما تحطهوش، مفيش مشكله خالص. انا هعمل 2 كيلو من الخيار. ال 2 كيلو عليهم اول حاجه كده عشان نبقى فاهمين، الكيلو عليه كام؟ يلا بقى سمعوا معايا، الكيلو عليه كام معلقه ملح؟ 6. برافو عليكم. يعني هنحط كام معلقه؟ 12. كده انا حطيت واحده، هخلص ال 12 وارجع لكم. حطيت ال 12 معلقه بتوع الملح، كل كيلو عليه معلقه كبيره من السكر، ادي واحد وادي اتنين تمام. معايا المادة الحافظة بتاعتي كمان، هحط ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون. بصي او بلاش ربع، ده سنتوفة كده، تمن معلقة من ملح الليمون. وانا قلت قبل كده في ملح ليمون بتاع الغسيل والتنظيف، غير الملح الليمون بتاع العطار بتاع الاكل اللي بيتحط في المربات وبيتحط في الصلصة كمادة حافظة تمام، وبيتحط برضو في المخللات. احط كمان على الخيار بتاعي ده معلقة هريسة، يلا بقى عشان تبقى سبايسي كده وجميلة اهو، معلقه الهريسه الحلوه اللي احنا عاملينها دي. احط كمان شويه من العصفر، بيديني طعم حلو قوي، شويه عصفر اهو بيدي طعم مميز. لو انا ما عنديش حطي معلقه من الكركم او معلقتين من الكركم، عشان كل كيلو هياخد معاكي معلقه. بحب كمان ان انا احط بودره الزعفران الصفرة دي عشان يديني نفس اللون الاصفر بتاع بره اللي احنا بنشتريه، وبنحب قوي اللون بتاع الجزر ده. انا حطيت على الاثنين كده الاثنين كيلو نص معلقه، عشان الكيلو بياخد ربع معلقه تمام. احط كمان معايا اللي ما يخلوش يعمل ريم، معلقتين ورقتين من ورق الروري. بحب احط كمان كرفس مع الخيار، بيبقى حلو قوي. ولو حابه تحطي كده جزرايه برده هتدي طعم حلو قوي، او تبشري كده بصلايه جزرايه او حاجه تمام اهو. بحب الكرفس قوي في المخللات، تحفه تمام. هننزل بقى بالميه اللي هي المفرطره او الميه المقطره. طيب بس في حاجه بقى عايزه اقولها، ناس كتير قوي بتقولي ان الخل بيهري معايا الحاجه، فاحنا مش هنحط خل، احنا هنحط خل، بس احنا هنحط على كل كيلو من الخيار معلقه واحده بس من الخل. يعني هنحط معلقتين اتنين خل، معلقتين بالظبط من الخل، دي معلقه وادي معلقه، معلقتين خل بس كده اهو. وهننزل بقى بالميه بتاعتنا ونرجع تاني. انتوا بقى اهو كده خللت اهو زي ما انتوا شايفين، تحفه. حطيت كمان حبه البركه كده بسيطه كده، انا بحب التركايه دي، اللي ما بحبش حبه البركه ما يحطهاش. بس شايفين لونه حلو ازاي، شايفين شكله كده يفتح النفس. وكده حطيت بشره جزرايه، مش عارف يعني دلعته كده، شايفين عامله البرطمان اخر دلع. اقلبه كده عشان ادوب الملح كويس. بس تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. خلل بقى القرنبيط. القرنبيط ممكن نخلله بلونين، عشان ناس بتشوفه لونه احمر وناس بتشوفه لونه اصفر. الاصفر بيحطوا بودره الزعفران، او لو ما عندكيش بودره الزعفران دي بيحطوا كركم تمام، ده اللي لونه اصفر. بالنسبه بقى للي لونه احمر بيحطوا بنجر. انا النهارده عامله اصفر، بنحبه اصفر ما بيحبوش احمر، الاحمر بيحبوا الليفت. طيب معايا قد ايه الوزن؟ لازم نوزن، ولازم يكون عندك ميزان في البيت، مهم جدا. معايا كيلو ونص من القرنبيط، بعد ما اتنضف بقى كيلو ونص. كيلو ونص هياخد كام معلقه؟ 9. برافو عليكم. حط كمان الفلفل ده يتخلل معاه وهيدي طعم حلو قوي. لو حابه تحطي معاه شويه جزر ماشي، حابه تحطي اللي انت عايزاه اعملي كده، مفيش مشكله خالص. طيب هحط التسع معالق بتوع الملح وارجع لكم تاني. اهم حاجه بقى نحط مع
مع اي حاجه من الحاجات اللي هي الملفوف دي، تمام، اللي هو قرنبيط او كرنب او اي حاجه من الحاجات دي، نحط لازم كمون، لازم، علشان ما نحسش باي انتفاخ. ده لازم بنسلق، بنخلل، بنعمل. القرنبيط ده مش مسلوق، القرنبيط ده ني، متنضف ومغسول فقط لا غير. اهم حاجه شويه الكمون اللي انا حطيتهم دول. حط كمان معلقتين من الخل، ادي واحد اتنين معلقتين من الخل. هحط كمان الهريسه، انا بحب احط الهريسه قوي، تديني طعم ولون، اهو معلقه واحده كده من الهريسه. هحط كمان معايا معلقه كبيره من السكر، اهي على الكيلو. هحط كمان ايه، هنحط كمان، هحط رش كده اللي هو العصفر ده. هحط كمان ربع معلقه صغيره من ملح الليمون، اهي رشه كده اهو. حط كمان ورقتين من ورق الروري اهو. كمان هنحط الكرفس، اوعوا تنسوا الكرفس، مهم قوي الكرفس، بيديني طعم حلو قوي اهو. عايزه بقى تبشري جزرايه، ماشي تمام، نعلي التست بيها، مفيش مشكله خالص. هنحط بقى بودره الزعفران اهي عشان ما ننساهاش. حط اهو ربع معلقه، وهننزل بالميه المفلتره ونرجع تاني. ايه دي شكل القرنبيط الجميل، شايفين شكله تحفه، حلو قوي. انا عايزاكم تعملوا المخللات دي في البيت، حاجه نظيفه وحاجه بيتي، وطول رمضان بتحتاج مخللات كتير تفتح نفسنا على الاكل، بدل ما نشتري من بره، وكمان بتبقى الاسعار غاليه ومش ضامنين نظيفه ولا لا، نعملها في البيت، وهنجيب وهتدينا كمان كميات اكتر، لان ده الموسم بتاع الخضار كله. احلى بقى مخلل بتحبوه جدا جدا وبتطلبوه جدا وبيتهري منكم جدا جدا، مخلل الفلفل، ناس كتير بتحبه وطبعا بيكون مميز قوي، ومفيش اسهل منه. عارفين ده بقى بيتعمل ازاي؟ اهو ده بقى اللي مفيهوش اي افتكاسات، ميه وملح وبس، ميه وملح وبس. اهم حاجه ما تقطعيش الفلفل ولا تشقيه ولا تعمليه ولا هينفخ ولا اي حاجه. المهم ده قد ايه فلفل؟ ده نص كيلو، النص كيلو عليه 3 معالق من الملح، وعليه ميه، وما بنحطش خل خالص، ميه وملح وبس. عايزه تحطي بقى انت ايه يعني، تجودي بقى حته كرفس ماشي، حته جزرايه ماشي، ورقه روره كده تمام، يعني انت بقى ايه يعني، هتدلعي بقى الدنيا. انا كمان بحب لونه اصفر، فانا هحط عليه لون كده اصفر تمام، اللي هو بودرة الزعفران دي. هحط 3 معالق كبار ملح، ادي واحد اتنين 3 معالق بس على نص كيلو، مش هنحط خل خالص تمام. هنحط بقى المية بتاعتنا، لو انت حابة كده تدلعيه وتحطي سنة عصفر، يا السلام، واحدة كده من الكرفس، ايوة بقى اهو، يعني ايه بنجود كده في الطعم. ورقة الروري، ما تحطيش عليه ملح ليمون، ده ما بيتحطش عليه ملح ليمون تمام. لو حابه تحط شويه سكر ماشي، حبه صغيرين سكر تمام، مفيش مشكله اهو، شويه سكر كده صغيرين، مش يعملوا اي حاجه، هيحافظوا على القرمشه بتاعته. هنزل بقى بالميه بتاعتي ونقفل البرطمان على كده اهو، عشان يبقى لونه كده الميه صفرا، وهو بيبقى لونه كده جميل كده تمام، وهنقفله كويس جدا وبس على كده. دي شكل الفلفل بتاعنا الجميل اهو، بعد ما رجينا البرطمان بتاعه كويس. اخر حاجه بقى معانا الجزر. الجزر بقى الناس اللي بتحبه، اول حاجه يا جماعه لازم يكون سليم، غسلناه وبس على كده، ما بيتنضفش لا من فوق ولا من تحت، لما وما بيتقشرش، لما بتطلعيه بتشيلي الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت، وبتبتدي تقطعيه صوابع او مدورات كده اهو، وتروحي قسمها اتنين زي ما انت عايزه، وتقدميه وتعملي له كمان الميه بتاعت الدقه. هوريكم ازاي ميه الدقه بنعملها ازاي في البيت بكل سهوله، واللي هي نشرب منها كده، اللي هي ميه الترش الحلوه دي، هوريكم ازاي نعملها برضو في الفيديو، عشان بقولت على كل المعلومات في فيديو واحد. ده بيقعد سنة كاملة، الجزر المخلل بيقعد سنة كاملة بالشكل ده، بيبقى سليم ما بيتقطعش. طيب انا معايا على كيلو واحد من الجزر، اعملي ان شاء الله 10 كيلو زي ما تحبي. انا عشان خلصت برطمانات البيت فهو كيلو. اول حاجة بحب اثبت اللون عشان يطلع لونه حلو، فتقدري تحطي اللون، مش عايزة تحطي براحتك. هحط على الكيلو معلقة خل بس، هنزل على الكيلو ب6 معالق من الملح زي ما قلنا، ادي واحد. بعد ما نزلت ب6 معالق بتوع الملح، هحط الكرفس بتاعي مع الجزر، بيعمل ميكس حلو قوي، وده كرفس افرنجي انا مفرزاه تمام في الفريزر عندي، الكرفس بلدي. حطي على المخللات ورقتين روري كمادة حافظة، حط كمان معلقة هريسة، انا بحب الهريسة جدا جدا على المخللات
تمام اهي معلقه الهريسه، حط كمان معلقه سكر عشان يبقى مقرمش معايا اهو بالشكل ده. انا بتعامل بقى معاكم في بيتي، احط ربع معلقه من الملح الليمون بالشكل ده عشان يبقى كده مقرمش كده ومديني مزازه، يعني مديني كده مزازه حلوه كده في القرشه بتاعته. طيب هنحط حاجه تاني؟ لا خلاص كده اهو، هننزل بقى بالميه بتاعتنا، وزي ما قلنا ميه مفلتره او مقطره. دي الجزر بتاعنا اهو مخلل، رجناه كده اهو كويس قوي تمام، وهنسيبه بقى وما نفتحش عليه غير ان شاء الله على رمضان. تعالوا بقى اعمل لكم ميه الترشي. يلا لي بقى يا ستي اقول لك على السر بتاع ميه الترشي. اول حاجه خل. طيب خل قد ايه؟ بصي يا ستي هنحط نص كوبايه من الخل، تمام نص كوبايه خل. النص كوبايه خل دي عليها كوبايتين من الميه، ادي كوبايتين ميه، عليهم 3 معالق من الملح، ادي 1 2 3 معالق من الملح. وهنحط معلقه الهريسه الحلوه دي، نجيب كده معلقه هريسه كده مليانه كده بذمه ونحطها بالشكل ده. كمان انا حاطه في المعلقه من بودره الزعفران، فهيديني اللي هو ميكس ما بين احمر واصفر. عارفين انتوا بقى ميه المخلل لما بتبقى صفرة كده وحمرة في نفس الوقت. طيب بنزود ايه عشان نعمل المعادله دي ما بين الاصفر والاحمر؟ مع الهريسه هنحط معلقه من مع اللون الاصفر والهريسه هنحط معلقه من البابريكا، البابريكا هتظبط معايا اللون. دي البابريكا اهو، حط كده معلقه بابريكا، والبابريكا يعني فلفل اصلا لونه احمر بلدي ما فيهاش الوان، يعني الفلفل قصدي اللي هو الاحمر الالوان، فما فيهاش اي افتكاسات. بصوا ادي ميه الترشي بتاعتنا، طعمها كمان تحفه، طعمها حلو قوي. طيب بتبقى مزيزه كده شويه من الخل؟ لا، مع الخل بيحطوا ملح الليمون، ادي ملح الليمون اهو عشان تديني المزازه بتاعت ميه الترشي. ومعانا ايه كمان غير البتاع ده؟ عشان نعمل بقى المعادله نحط حبه سكر كده صغيرين. احلى ميه ترشي، سلطانيه ترشي دي بقى. بصي قطعي بقى فيها الجزر، قطعي فيها الليفت، قطعي فيها كل حاجه، طلعي من البرطمانات وحطي. عايزه ادوق بس ملحها. تحفه. تمام تقدري تقللي الملح، تزودي الملح زي ما انت عايزه، مفيش مشكله خالص. لو الملح معاكي حادق هتزودي هنا الملح، لو الملح معاكي طالع زياده هتقللي هنا الملح، ممكن تحطي معلقه واحده ملح مفيش مشكله خالص، ممكن تعمليها من غير ملح خالص وتخلي المخلل هو اللي ينزل الملح بتاعه. بتهيألي بقى الحلقه النهارده كانت مجمعه جدا جدا. تعالوا بقى نشوف البرطمانات اللي احنا عملناها كلها طلعوا كام برطمان. يلا بينا. ايه رايكم بقى في الشكل التحفه ده؟ حلو ولا مش حلو؟ ما تنسوش بس ان انتوا تنزلوا لاول تعليق مثبت، علشان حاطه المخلل المشكل في فيديو لوحده، وحاطه البصل المخلل في فيديو لوحده، عشان يبقى عندكم بقى كل حاجه كده اهو شفتوها على عينك يا تاجر زي ما بيقولوا. كل سنه وانتوا طيبين، ومع جيجي دايما منبهرين، وهبهركم يعني هبهركم حبايب قلب جيجي، واشوفكم بقى في فيديو جديد وابهار جديد. باي باي.